الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شخصت الأبصار إليه بالآمال، وخشعت الألسن لعظمته بالسؤال، وامتدت الأيدي إليه بالضراعة والابتهال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، خير من نصح لعباده وجاهد فيه حق جهاده. اللهم صلِّ وسلِّم على سيد الأنبياء البرر الذي غمسته في بحر الفضيلة وحبوته بالمنزلة الجليلة، أكرم الدعاة إلى الله وسيد القوامين بأمر الله، سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صلِّ وسلِّم على وليد الكعبة وعلي رتبة ومحيي الليل البهيم بالتهجد والاكتئاب والمناجات، سيدنا ومولانا أبي الحسن والحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. اللهم صلِّ وسلِّم على المعصومة الطاهرة والمظلومة الصابرة، قرينة الأوصياء في العصمة، ووارثة الأنبياء في العلم والحكمة، سيدتنا ومولاتنا أم الحسن والحسين فاطمة الزهراء عليها السلام. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدي الشهداء والإمامين بأمر الله، قاما أو قعدا، كريمي الآباء والجدود، سيدنا ومولانا أبي محمد الحسن المجتبى عليه السلام، وسيدنا ومولانا سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام. اللهم صلِّ وسلِّم على أنوار العارفين وقرة أعين الناظرين، أئمة الهدى، السجاد علي والباقر محمد والصادق جعفر والكاظم موسى ورضا علي والجواد محمد والهادي علي والعسكري الحسن، صلاةً تفرج بها الكروب وتشفع بها الذنوب وتدفع بها الفتن. اللهم صل وسلم على الصادق بالحكمة وكاشف البلوى وجامع الكلم على التقوى والمرتجى لكرامة الأولياء، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد بن الحسن المنتظر، أجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من شيعته وأوليائه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، وانظر إليهم بعينك، وتفضل عليهم بمنك، ووفقهم لنيل رضاك، إنك على كل شيء قدير. أيها الأخوة والأخوات، أعرض على مسامعكم الكريمة الأمرين التاليين. الأمر الأول: تلقينا وتلقى العراقيون جميعاً ببالغ الأسى والأسف نبأ العملية الإجرامية التي قامت بها عصابات داعش الإرهابية باختطافها وقتلها لعدد من الأخوة العاملين في إسناد القوات الأمنية ومنتسبي الشرطة، ونتقدم بهذه المناسبة بأحر التعازي وخالص المواساة لعوائل هؤلاء الشهداء الأعزاء، وخصوصاً آبائهم وأمهاتهم وزوجاتهم وأيتامهم الذين لم تنفع مناشداتهم في قيام الجهات المعنية بتحرك سريع لإنقاذ حياة آبائهم، سائلين الله تعالى أن يتغمد الشهداء الكرام برحمته الواسعة ويلهم أهلهم الصبر والسلوان. إن استهداف عصابات داعش
لمجموعةٍ من المواطنين العراقيين المنتمين إلى محافظاتٍ ومكوناتٍ مذهبيةٍ مختلفة، حيث اختلطت دماء مواطنين من مدينة كربلاء المقدسة بدماء مواطنين من محافظة الأنبار العزيزة، دليلٌ آخر على أن الإرهابيين الدواعش هم أعداءٌ للعراق بجميع مكوناته، وأنهم لا يفرِّقون في جرائمهم واعتداءاتهم بين عراقيٍّ وآخر، مما يستدعي تضافر جهود جميع العراقيين بمختلف انتماءاتهم للقضاء التام على هذه العصابات المجرمة ومواجهة فكرها الضال الذي يبتني على ممارسة الخطف والسبي والذبح وغيرها من الجرائم الوحشية. وسبق أن نبهنا إلى أن المعركة مع عصابات داعش لم تنتهي، وإن انكسرت شوكتها وذهبت دولتها المزعومة، إذ لا يزال هنالك مجاميع من عناصرها تظهر وتختفي بين وقت وآخر في مناطق مختلفة، وتقوم بإرعاب المواطنين والاعتداء عليهم، فليس من الصحيح التغاضي عن ذلك والانشغال بنتائج الانتخابات وعقد التحالفات والصراع على المناصب والمواقع عن القيام بمتطلبات القضاء على الإرهابيين وتوفير الحماية والأمن للمواطنين في مختلف المناطق والمحافظات. إن الرد الصحيح والمجدي على جريمة اختطاف وقتل المواطنين الستة المغدور بهم يتمثل في القيام بجهد أكبر استخبارياً وعسكرياً في تعقب العناصر الإرهابية وملاحقتها في مناطق اختفائها وتمشيط تلك المناطق وفق خطط مدروسة والقبض على المتورطين في الأعمال الإرهابية وتسليمهم للعدالة، مع ضرورة المحافظة على حقوق المواطنين المدنيين والتجنب عن الإساءة لهم أو تعريضهم إلى المخاطر في المناطق التي تجري فيها العمليات الأمنية والعسكرية. وبهذه المناسبة نود الإشادة مرة أخرى بجهود وتضحيات أعزتنا في القوات الأمنية بمختلف عناوينهم، فهم الصفوة من أبناء هذا البلد الذين يسترخصون أرواحهم ودماءهم في الذب عنه وحماية الأرض والعرض والمقدسات، والأمل معقود عليهم في تخليص هذا الشعب الجريح والصابر من بقايا العصابات الإرهابية، فعليهم ألا يفتروا أو يملوا عن ملاحقتها والقضاء عليها لينعم العراق بالأمن والاستقرار إن شاء الله تعالى. كما نود أن نقدر عالياً جهود الإخوة الكرام في مواكب الدعم اللوجستي للقوات الأمنية، فقد أدوا دوراً بالغ الأهمية في الانتصارات التي تحققت خلال السنوات الماضية، ولا تزال الحاجة ماسة إلى قيامهم بهذا الدور
ومن هنا نهيب بجميع المواطنين الميسورين أن يستمروا في إسنادهم وتوفير ما يحتاج إليه أبناؤهم المقاتلون في سواتر العز والكرامة من مختلف المؤن والمواد الغذائية وغيرها. الأمر الثاني، إن هناك الكثير من المشاكل والأزمات التي يعاني منها شرائح مختلفة من المواطنين، وطالما يطلبون منا طرحها في خطب الجمعة ومطالبة المسؤولين بمعالجتها، ولكننا لا نرى جدوى لذلك في غالب الحالات، حيث لا نجد آذاناً صاغية واهتماماً مناسباً لدى الجهات المعنية، حيث لا نجد آذاناً صاغية واهتماماً مناسباً لدى الجهات المعنية، ولكن معاناة القطاع الزراعي اشتدت في الآونة الأخيرة، وازدادت شكاوى المزارعين من قلة مصادر المياه وملوحة الأراضي وعدم توفر مقومات الإنتاج بصورة صحيحة، والذي أدى إلى تراجع هذا القطاع المهم إلى حد مخيف مع ما له من أهمية بالغة في توفير فرص العمل وتحقيق موارد مالية تساعد على تحسن الوضع الاقتصادي. إن مما يؤسف له أن القطاع الزراعي لم يأخذ استحقاقه من الاهتمام والعناية خلال السنوات الماضية من قبل الجهات الرسمية ذات العلاقة، فصار يعاني من أزمة حقيقية، وقد زاد من تفاقم أزمتها تناقص المياه الواصلة من الدول المجاورة على مر السنين. بعد أن بادرت هذه الدول إلى الاهتمام ببناء السدود وبالتالي حجب مزيد من المياه عن الوصول إلى الأراضي العراقية، إن المطلوب من الجهات المعنية في الحكومة العراقية المسارعة إلى مساعدة المزارعين العراقيين لتجاوز هذه المرحلة الصعبة، ووضع خطط صحيحة مستقبلية لاستخدام التقنيات الحديثة في تطوير القطاع الزراعي، ولا سيما في عمليات السقي لتقليل كميات المياه المصروفة فيها، وغير ذلك من الأساليب المتبعة في الدول التي تعاني من شحة المياه. كما أن من الضروري بذل كل الجهود مع دول الجوار لضمان رعايتها لحقوق العراق بموجب القوانين الدولية الخاصة بالمياه المتدفقة عبر الأنهار المشتركة، بل وعقد اتفاقات ثنائية وفق ما تمليه المصالح الاقتصادية والأمنية والسياسية المتبادلة لتأمين الكمية اللازمة من المياه للقطاع الزراعي العراقي. نسأل الله تعالى أن يتغمد الشهداء الأبرار بالرحمة والرضوان، ويمن على الجرحى والمصابين بالشفاء والعافية، ويغير سوء حالنا بحسن حاله، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.